بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية نستأنف مع الصفحة رقم 98 98 إذن 24 18 18 la page 98 الصفحة رقم 98. Au début de la page, في بداية الصفحة هنا lire pour le plaisir القراءة من أجل المتعة أو اقرأ من أجل المتعة، ممكن أن تعني هذا lire pour le plaisir. طبعا ذكرت فيما سبق بأن الأفعال غير المصرفة تأتي تقريبا فقط هو التشبيه، تأتي تقريبا كالمصدر في اللغة العربية، ولكن قد تأتي أيضا كالأمر. إذا ممكن أن الأفعال غير المصرفة ممكن أن تحتمل الأمر. نقول مثلا ne pas fumer يعني لا للتدخين، وممكن أن تفهم لا تدخين. Il était une fois une tortue et un lapin qui vivaient ensemble dans un jardin. Un jour, le lapin va manger la salade de la tortue. Il était une fois une tortue et un lapin qui vivaient ensemble dans un jardin. Un jour, le lapin veut manger la salade de la tortue. Mécontente, la tortue cache la salade derrière le vélo. Mécontente, la tortue cache la salade derrière le vélo. La tortue propose au lapin de faire une course avec elle s'il veut manger la salade. La chatte les regarde. La tortue court vite. Le lapin regarde un chat qui chasse une souris. La tortue arrive la première. Le lapin a perdu la course. Il n'est pas sérieux. Il était une fois une tortue. كان ذات مرة سلحفاة. Il était une fois une tortue. كان ذات مرة سلحفاة. يعني أنه كان هناك ذات مرة سلحفاة. Et un lapin وأرنب qui vivait اللذان كانا يعيشان. عدنا لو فيرب vivre. Il était une fois une tortue. Il était une fois une tortue. Et un lapin qui vivait ensemble dans un jardin. إذن كان هناك ذات مرة une tortue. كان هناك سلحفاة. Et un lapin وأرنب qui vivait اللذان كانا يعيشان. On a le verbe vivre عندنا فعل عاش. إذا قلنا مثلا qui vive المقصود باللذان يعيشان الآن، لكن هنا عندنا le verbe vivre à l'imparfait. إذا الامبارفي هو واحد النوع من الماضي. إذا اللذان كانا يعيشان لمدة كانت تتكرر في الماضي. إذا كما لو نتكلم عن عادة بأنهما كانا يعيشان، لأن الامبارفي تفيد العادة في الماضي. إل إيتي أون فوا يعني كان هناك ذات مرة. إل إيتي أون فوا كان ذات مراتين هناك أون تورتي سلحفاة أن لابان وأرنب كي فيفي اللذان كانا يعيشان انصومبل كما لو نقول مجموعة، يعني المقصود انهما كانا يعيشان في مجموعة دونز ان جاردان في حديقة. إل إيتي أون فوا أون تورتي إي أن لابان كي فيفي انصومبل دونز ان جاردان. إذا كان هناك ذات مرة سلحفاة وأرنب، اللذان كانا يعيشان في مجموعة دونز ان جاردان في حديقة. دونز ان جاردان في حديقة. أن جور ان جور المقصود به يوم. ان جور المقصود به يوم، لكن هنا المقصود به في يوم ما. ان جور في يوم ما. لو لابان فو مانجي لا سالاد دو لا تورتي. لو لابان فو مانجي لا سالاد دو لا تورتي. اذا الارنب هنا عندنا فو يريد، في الحقيقه هنا عندنا لو فولوار في البريزون. كما لو نقول بان الارنب يريد الآن، إذا ممكن أنه يكون هذا. إذا المقصود هنا
بأن الأرنب أراد. إذن لولابا فو مانجي لا سالاد. إذا الأرنب يريد أكل لا سالاد، أكل السلطة. سلطة من؟ دو لا تورتي، سلطة السلحفاة. إذن لولابا فو مانجي لا سالاد دو لا تورتي، الأرنب يريد أكل سلطة السلحفاة. إذا نعيد، il était une fois une tortue et un lapin qui vivaient ensemble dans un jardin. Un jour, le lapin veut manger la salade de la tortue. Mécontente, mécontente, comme le نقول غاضبة. La tortue cache la salade derrière le vélo. غاضبة، السلحفاة تخفي الصلاة وراء الدراجة. La tortue cache. C'est le verbe cacher. هذا فعل أخفى. هذا فعل cacher. هذا فعل أخفى. إذن la tortue cache. السلحفاة تخفي. La tortue cache. إذن السلحفاة تخفي. طبعا عندنا le verbe cacher au présent. كأنها تخفي الصلاة الآن. كأنها تخفي الآن. ولكن المقصود ضمنيا أنها أخفت في الماضي. طبعا كونتون يعني فرح، كونتونت يعني أن فرحة، مي كونتونت عكسها، كونتونت فرحة، مي كونتونت عكسها، مي كونتون غاضب، مي كونتونت غاضبة، كونتون فرح، مي كونتونت غاضبة، مي كونتون غاضب، مي كونتونت غاضبة. إذا مي كونتونت غاضبة، لا تورتي كاش لا سالاد ديغيير لو فيلو، السلحفاة تخفي الصلاة خلف خلف الدراجة. مي كونتونت، لا تورتي كاش لا سالاد ديغيير لو فيلو. أبخي أنا، لا تورتي بروبوز أو لابان، سي لو فيرب بروبوزي، هذا فعل اقتراح. إذا لا تورتي بروبوز أو لابان، السلحفاة تقترح للأرنب، المقصود أنها تقترح على الأرنب. تقترح على ماذا؟ de faire une course avec elle. إذن أن يفعل سباقا معها. إذن هي تقترح عليه أن يفعل سباقا معها. La tortue propose au lapin de faire une course avec elle. إذن السلحفاة تقترح على الأرنب فعل، فعل ماذا؟ une course، فعل سباق. avec elle، avec elle مع هي، المقصود معها. s'il veut، هنا عندنا s'il veut، هنا في الأصل ديالها s'il veut، طبعا تجي شوية ثقيلة، تنحيد هاد إي الأولى ثم نضع أبوستروف، نحذف الصوت الأول إي سي. s'il veut manger، إذا أراد أكل. s'il veut manger، إذا أراد أكل لا سلاد، إذا أراد أكل السلطة. لا تورتي propose au lapin de faire une course avec elle s'il veut manger la salade. إذن السلحفاة تقترح على الأرنب فعل سباق معها إذا أراد أكل السلطة. ثم la chatte les regarde، القطة تنظرهما. la chatte les regarde، أصل هذا الكلام la chatte regarde le lapin et la tortue، القطة تنظر إلى الأرنب والسلحفاة. La chatte regarde le lapin et la tortue. إذن طبعا حتى لا نعيد هد le lapin et la tortue، إذن نقول La chatte les regarde. La chatte les regarde. القطة تنظرهما، أو القطة تنظرهم إذا كانت تنظر لأكثر من اثنين. ثم La tortue court vite. La tortue court vite. السلحفاة تجري بسرعة. La tortue court. السلحفاة تجري. C'est le verbe courir. C'est le verbe courir. هذا فعل جرى. La tortue court vite. السلحفاة تجري بسرعة. إذن le lapin regarde. C'est le verbe regarder. Le lapin regarde. الأرنب ينظر. C'est le verbe regarder. إذن هذا فعل نظر. Le lapin regarde un chat. الأرنب ينظر قطا. Le lapin regarde un chat. الأرنب ينظر قطا.
qui chasse une souris. الذي يصطاد فأرة. C'est le verbe chasser. C'est le verbe chasser. هذا فعل اصطاد. إذن لولاتر غارد ان شا كي شاس اون سوري. الارنب ينظر قطا كي شاس الذي يصطاد اون سوري. الذي يصطاد فأرة. لا تورتي اريف لا بروميير. لا تورتي اريف سي لو فيرب اريفي. سي لو فيرب اريفي هذا فعل وصل. ومنها لاريفي. ومنها لاريفي يعني الوصول. إذن لا تورتي اريف لا بروميير. لا تورتي اريف لا بروميير. السلحفاة تصل الاولى. السلحفاة تصل الاولى المقصود بانها تصل اولا. لو لابان ا بيردو. إذن الارنب خاسرة او فقد. طبعا عندنا لو فيرب بيردغ تعني هاد المعنيين يعني انه يعني فقد او خسر. لو لابان ا بيردو سي لو فيرب بيردغ. سي لو فيرب بيردغ يعني هذا فعل خسر او فقد. لو لابان ا بيردو لا كورس. الارنب فقد السباق او الارنب خسر السباق. il n'est pas sérieux. هو ليس جديا. il n'est pas sérieux. هو ليس جديا. اذا قلنا il est sérieux يعني انه هو جدي. je suis sérieux. انا جدي. tu es sérieux. انت جدي. اذا طبعا نستعمل le verbe être. نستعمل le verbe être مع sérieux. اذا كما قلنا il était une fois une tortue et un lapin qui vivaient ensemble dans un jardin. Un jour, le lapin va manger la salade de la tortue. Un jour, le lapin va manger la salade de la tortue. Mécontente, la tortue cache la salade derrière le vélo. La tortue propose au lapin de faire une course avec elle. S'il veut manger la salade, la chatte les regarde. La tortue court vite. Le lapin regarde un chat qui chasse une souris. La tortue arrive la première. Le lapin a perdu la course. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. نكتفي بهذا القدر. حياكم الله. وإلى لقاء قادم بإذن الله.